السلام عليكم. صنعاء يا أخت القبور ثوري فإنك لم تثوري، حاولت أن تتقيئي في ليلة عفن العصور، وأردت قبل وسائل البنيان تشييد القصور، ونويت في تشرين أن تلدي أعاجيب الزهور. بهذا النداء الجريح كان البردوني يخاطب صنعاء الواجمة بما يشبه صمت المقابر إزاء مفاعيل الحرية والثورة التي تدب في مفاصلها وشوارعها، بينما لا تتفاعل مع صوت الحرية المكتوم من قبل أعداء الاستجابة. هي ذات المدينة الرهينة التي شهدت شوارعها يومنا هذا اعتداء على أمهات المختطفين وأيادهن المتعبة التي تلوح في البحث عن المغيبين في سجون الانقلاب. بحسب متابعين، فإن الاعتداء على أمهات المختطفين جريمة مضافة إلى جريمة الاختطاف لأبنائهن وذويهن، في ظل غياب آلية الحماية المدنية للأمهات بعد الحصار والترويع الذي تعرضن له من قبل الميليشيا. رابطة أمهات المختطفين راية الحرية التي لم تسقط في صنعاء رغم الضربات والأذى الذي يطالهن من قبل الميليشيا. التعامل مع المختطفين المدنيين كأسرى حرب، عدم معرفة أماكنهم، غياب الاهتمام الأممي والحقوقي الدولي بهم، هي عناوين أليمة بارزة في هذا الملف أيضا. إذن مشاهدينا الكرام، حول العيب الأسود الذي طال أمهات المختطفين في شوارع صنعاء ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. ينضم إلي فيها الصحفي والناشط الحقوقي الأستاذ محمد الأحمدي. أهلا بك أستاذ محمد. مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش بحلقة اليوم، لكن بعد أن نتابع بمعيتكم هذا التقرير. لا وقفات في شوارع المدينة، هذا ما تقوله يوميات صنعاء المحكومة بقيود الظلام الجديد، ذات القيود التي فرضت بقوة السلاح واقع الصمت على الذين يطالبون بذويهم المخفيين في سجون غير مرئية ولا يترددون في هجاء الليل. العيب الأسود في نهج الميليشيا اتضح صباح هذا اليوم الذي شهد جريمة الاعتداء على أمهات المختطفين ومطاردتهن في شوارع مدينة مغلقة على الانقلاب، الذي يستعرض عضلاته على مجموعة من الأمهات المدنيات العزل إلا من إيمانهن الكبير بعدالة قضيتهن. الاعتداء على أمهات المختطفين جريمة مضافة إلى جريمة الاختطاف لأقاربهن، وهن المترددات على الدوام على أبواب السجون والمحاكم من أجل البحث عن مصير غير معلوم لأقاربهم المسجونين في أماكن مجهولة. دوريات وعليها عشرات المسلحين في قلب صنعاء حاصروا الأمهات في الشوارع واعتدوا عليهن بالضرب، كما جاء على لسان إحدى الأمهات التي عبرت بصوت مكسور: اعتدوا علينا في جولة المصباح وبالشوارع المحيطة بها، ومنعوا حافلات النقل من نقلنا من ذات المكان، حتى أنهم أنزلوا إحدى الأمهات بالإكراه من حافلة النقل المتوسطة، إضافة إلى التهديد بالسجن والاختطاف. آلية الحماية المدنية للأمهات بعد الحصار والترويع الذي تعرضن له من قبل الميليشيا أصبح الاهتمام الراهن من قبل المهتمين بالحقوق والحريات، والذين تابعوا بقلق هذا المسلك الفاشي والخطير للميليشيا. الأعراف التي تلاشت تجاه حرق ضفائر الأمهات والانتهاكات التي تطالهن وغياب النخوة القبلية في مناطق سيطرة الميليشيا تجاه ما تتعرض له النساء من اعتداءات سافرة تزيح الستار عمن تبقى من أدعياء الشهامة الافتراضية. بين تجربة رابطة أمهات المختطفين في اليمن والقبعات البيضاء في سوريا، تتجسد تجربة الكفاح المدني في مراحل الصراع في ظل التساؤل عن مستقبل النضال المدني لأمهات المختطفين في محيط مغلق على العمل المدني. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وضيفي هنا الأستاذ محمد الأحمدي وببقية الضيوف الذين سينضمون لنا، سواء عضو رابطة أمهات المختطفين الأستاذة نجلاء أحمد، أو نائب وزير حقوق الإنسان دكتور محمد عسكر، وكذلك عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المحامي عبد الرحمن برمان. إذن أبدأ معك أستاذ محمد الأحمدي، كيف تتابع ما يجري من انتهاكات متتالية لحق حريات الرأي والتعبير عن المطالب التي تقوم بها رابطة أمهات المختطفين في صنعاء وفي أماكن أخرى تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب؟
شكرا جزيلا لك ولقناة بلقيس، ومرحبا بالمشاهدين الكرام مشاهدي قناة بلقيس. أخي العزيز، ما يتعلق بالحديث عن واقع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الميليشيا، نعود مجددا للحديث أولا عن أن هذه الميليشيا أولا ورثت يعني تاريخ من القمع من قبل النظام السابق، فهناك موروث قمعي أصلا تستند عليه من جهة هذه الميليشيات وحلفائها، يتسم هذا الموروث بالقمع الوحشي والفزع الكبير من أي صوت مدني أو حقوقي. الأمر الآخر أيضا، هذه الميليشيا بحد ذاتها تستند على ثقافة قائمة على العنف والقمع وكراهية الآخر، وتمارس العنف منذ نشأتها تجاه الصوت الآخر، لا صوت يعلو فوق صوت هذه الميليشيا. هناك اتجاه إجباري واحد للواقع الذي يعيشه اليمنيون تحت سيطرة هذه الميليشيا أو في مناطق سيطرة هذه الميليشيا، هو الاتجاه الذي تفرضه هذه الميليشيا على المجتمع، وبالتالي لا رأي آخر، في هناك لون واحد فقط إجباري للناس يجب أن يكون هو لون وشعار هذه الميليشيات وثقافتها ومنهجها. يعني لكن يعني في النهج الذي يعني تتعامل به ميليشيات الحوثي، كان هناك نوع من الاعتراف بنوع من المواثيق القبلية أو محاولة التمسك بها في إطار معين، لكن اليوم نشهد تطور خطير بالنسبة لمواجهة رابطة أمهات المختطفين. هناك نوع من الترويع، هناك من نوع من يعني التهجم المباشر باتجاه أعضاء الرابطة أثناء قيامهم بإحدى الفعاليات في العاصمة صنعاء. كيف يفسر هذا؟ يعني في الحقيقة أخي العزيز، أولا هذه حلقة في مسلسل ممتد من انتهاكات والجرائم التي لم يكن لليمنيين أيضا سابق عهد بنوعيتها، بهذا النوع من الانتهاك الذي يمس المرأة اليمنية مع ما تحظى به من مكانة واحترام في العرف القبلي اليمني. في السابق شاهدنا أيضا أنه تم الاعتداء على أمهات المختطفين في وقفات سابقة، إحدى الأمهات تعرضت للضرب لأنها أحرقت ظفيرتها في وقت سابق، وكان هذا أبلغ تعبير عن مدى الألم والوجع الذي تعانيه الأمهات نتيجة تغييب ذويهن وأبنائهم في معتقلات الميليشيا الانقلابية، ميليشيا الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح. لكن دعني أقول لك أيضا أنه هذه الممارسات أولا هي مظهر يعني يكاد يكون سمة بارزة لهذه الميليشيات ولهذا الانقلاب، يعني خصوصا إذا ما عرفنا أن يعني كما أشير في التقرير إلى يعني علاقة لهذه الممارسات القمعية التي تحاول سحق كرامة المجتمع اليمني، لها علاقة أيضا بالثقافة الدخيلة على الهوية اليمنية الذي جلبتها ميليشيات الحوثيين من إيران، وبالتالي هناك نظائر لهذه الممارسات في سوريا والعراق كما تقول أحداث الواقع. إذن يعني هذه الممارسات التي تمس حتى العرف القبلي الذي يحترم مكانة المرأة اليمنية، يعني أولا هي تعبير عن أزمة أخلاقية تعاني منها هذه الميليشيات، وتحاول إفراغ أزمتها إلى الخارج على شكل ممارسات من هذا النوع التي لم يعهدها اليمنيون. عندما تلاحق الميليشيا أمهات المختطفين نساء أولا وعزل من السلاح، تلاحقهن حتى إلى على فوق الباصات ووسائل النقل ومحاولة تهديدهن أو إرعابهن لكتم أنفاسهم. يعني هذه الميليشيات يعني تضيق ذرعا حتى بآهات الضحايا. طيب هذا العيب الأسود في النهج الميليشيا أو ما يعرف قبليا بذلك، لكن هي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العرف المدني أو في التسمية المدنية ربما. لماذا وصلت إليها الميليشيا؟ لماذا وصلت إلى هذا الحد في التعامل مع الناس؟ يعني هو من جهة كما أشرت جزء من تركيبتها الثقافية الموغلة في محاولة سحق الكرامة الإنسانية ومعاداة الآخر والنظر إلى كل المحيط حولها بنوع من العدوانية،
يعني هي عدوانية ناتجة عن ثقافة تشربتها هذه الميليشيات في الكهوف ومن خلال التعبئة المتطرفة التي ربما تتجاوز بالفعل، يعني في حال النظر في أدبيات هذه المجموعات الميليشياوية تفوق في أدبياتها الإجرامية أكثر حتى التنظيمات الإرهابية في العالم، يعني لأنه يعني تتوجس من كل المحيط المجتمعي الذي تعيشه، تمارس يعني تعبئة بينية في صفوف أفرادها تجاه الآخر بل وتجاه المحيط الذي تقيم فيه هذه الميليشيات، لكن أيضا قد يكون جزء من حالة الفزع من هذه الممارسات المدنية السلمية للتعبير عن حالة الألم والوجع ومحاولة إيصال صرخات الأمهات المختطفين وآلامهن إلى العالم، هو يعني الاستمرار أو المضي في محاولة جر المجتمع إلى حالة الاحتراب الداخلي، وبالتالي هذه الميليشيات أو هذه الممارسات اليومية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك لكل المراقبين ولكل المتطلعين للسلام في اليمن إلى أنه ليس هناك أي رغبة لدى هذه الميليشيات في السلام، لديها عزوف كامل عن أي شيء يسمى السلام أو السلم أو الأمن في المجتمع، بل هي ماضية وبقوة في هدم كل قيم المشتركة مع الآخر وكل المبادئ التي يمكن أن تؤسس إلى العدالة أو إلى السلام أو إلى حتى محاولة التعايش مع هذه الميليشيات وهذه المجموعات. طيب أستاذ محمد، دعنا نسمع أكثر تفاصيل ما حدث اليوم بالضبط للمحتجات أمام مقر الأمن السياسي من رابطة أمهات المختطفين. تنضم إلينا الآن السيدة نجلاء أحمد وهي عضو رابطة أمهات المختطفين. أهلا بك أستاذة نجلاء. مساء النور أستاذة نجلاء. اليوم حدث نوع من تطور جديد في نوعية الانتهاكات التي تحدث يعني في حقكم، ما تفاصيل ما حدث اليوم؟ ليست نوعية جديدة ولا تطور جديد، هذه ليست الوقفة الأولى ولا الوقفة الوحيدة التي طالت فيها الأمهات اعتداءات المسلحين من جماعة الحوثي وصالح. الأمهات تعرضنا على مدى العام الذي وقفنا فيه وقفات احتجاجية لأكثر من 12 اعتداء طالهن في هذه الوقفات. وقفة اليوم كانت أمام مبنى الأمن السياسي، قدم مجموعة من المسلحين وحاصروا الأمهات في أثناء تنفيذ الوقفة، ثم قاموا بملاحقتهن في الشوارع وفي الطرقات حتى أنهم منعوا المركبات من أن تستقلهن هذه الأمهات. هو ليس الاعتداء الوحيد مثل ما ذكرت، وليس الاعتداء الأول الذي يطال الأمهات في وقفاتهن الاحتجاجية. لكن هل سبق حدوث مثل هذا النوع من الملاحقة لكم يعني إلى الشوارع وكذلك حتى منعكم من استقلال وسائل المواصلات ووسائل النقل من قبل؟ حصلت في أكثر من مرة، وقفاتنا أمام شيراتون، أمام النائب العام، حصلت مثل هذه الممارسات الاعتدائية تجاه الأمهات. طيب بالنسبة لليوم وما حدث من قبل، هل كان هناك نوع من التضامن الإسناد من قبل المجتمع الذي يشاهد ما يجري لكم بعينيه؟ جماعة الحوثي قمعت أي حراك، أي محاولة لإنقاذ الأمهات أو لإنقاذ المدنيين من أي تطاول أو من أي اعتداء تقوم به. لكن أنا سؤالنا الآن للحكومة الشرعية، الأمهات المختطفين هن من ضمن مواطنات الجمهورية اليمنية، وعلى الحكومة هذه التزام أخلاقي والتزام إنساني تجاه هؤلاء الأمهات. ماذا قدمت الحكومة الشرعية تجاه الاعتداءات التي تطال الأمهات؟ أيضا منظمات المجتمع المدني الذي تسمع كل هذه الاعتداءات وتشاهدها ومع ذلك لم تحرك ساكن، منظمات حقوق الإنسان الدولية المتواجدة في اليمن، المفوضية السامية لحقوق الإنسان Human Rights Watch، منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، نحن لا نجد أي صدى ولا أي تفاعل ولا أي مواجهة لمثل هذه الاستفزازات والاعتداءات التي تطال الأمهات في أثناء تنفيذ وقفاتهم الاحتجاجية. نفس الموضوع نجده أيضا في المجتمع والوجهات المجتمعية والقبلية، لا نجد ذلك الصدى أو ذلك الحراك الذي يقف في وجه الحوثي وفي وجه جماعته أمام الاعتداءات التي تطال كل أبناء الشعب، ليس فقط الأمهات ولكن الأم وباعتبارها أقدس الأدوار في المجتمع
تجد أن هناك من يخذلها في المجتمع ولا يقف بجوارها. طيب أستاذة نجلاء، منذ تأسيس رابطة أمهات المختطفين، هل كان هناك نوع من التواجد لأي أفراد أو راصدين محليين للمنظمات سواء المحلية أو الدولية لنوع من يعني تسجيل ما يجري لكم وتسجيل الأحداث التي تمر يعني أو تحصل لكم أثناء تنفيذ هذه الوقفات؟ أما تسجيلها في الأثناء فهذا غير ممكن. جماعة الحوثي تختطف أي شخص تراه يصور أو يقف حتى بجوار الوقفة، بل أنها وصلت حتى إلى اختطاف أصحاب المركبات الذين يقومون بتوصيل الأمهات إلى أماكن الوقفات. فوجود راصدين يعرضهم للخطر. نحن أيضا لا نحبب أن يكون هناك يعني راصدين موجودين لأنه سيعرضهم للخطر، لكن نحن نصور، نحن نقوم ببث هذه الصور فيما بعد، المجتمع يسمع عن هذه الاعتداءات، ونأمل أن نجد من المجتمع التفاعل الجاد مع قضية الاعتداء على الأمهات. طيب أيضا في المقابل أستاذ نجلاء، هل كان هناك نوع من التواصل بكم من يعني سواء جهات مدنية أو جهات قبلية يعني لمعرفة آلية الحماية المدنية والقبلية كذلك في ظل ظروف مثل التي تواجهون أنتم في هذه الاعتصامات أو الوقفات؟ مع الأسف أن الجماعة التي تسيطر حاليا على الجماعة على الأمانة العاصمة لم تعد تعطي القبيلة وأخلاق القبيلة أي قيمة. في إحدى وقفات الأمهات قمنا بإحراق الستارة وإحراق ضفيرة شعر، وهذا له معناه في العرف القبلي، لكن وجدنا أنهم قاموا بدوس الستارة وبدوس ضفيرة الشعر بدون أي اعتبار لمثل هذه الأعراف ولمثل هذه التقاليد اليمنية الأصيلة. فلذلك لا نعول كثيرا على أن هذه الجماعة ستستجيب لأخلاق القبيلة أو لنخوة القبيلة. طيب يعني كانت يعني هناك تجارب أخرى حقوقية في دول أخرى وصلت إلى المجتمع العام أو المجتمع الدولي وكذلك الرأي العام الغربي، شكلت نوع من الضغط على يعني مرتكبي الانتهاكات، هل هناك نوع من التواصل بينكم وبين صحف أو وسائل إعلام غربية بطريقة أو بأخرى حتى تصل القضية التي تناضلون وتعملون بشكل مستمر لإيصالها؟ هو تواصل محدود، ليس بالكم المؤمل عليه، لكن أملنا أكثر بإذن الله في صحوة المجتمع، في صحوة المجتمع تجاه هذه الاعتداءات، وإن كنا نؤمل أيضا على المجتمع الغربي وعلى غيره أن يرى بعين الإنصاف تلك الاعتداءات التي تطال النساء وتطال الأمهات في وقفاتهن السلمية الاحتجاجية على الممارسات الظالمة لجماعة الحوثي وصالح. إذن عضو رابطة أمهات المختطفين أستاذة نجلاء أحمد كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. يعود إليك أستاذ محمد الأحمدي، هناك يعني تساؤل حول ما هي آلية الحماية المدنية لهذه الأمهات أو عضوات رابطة أمهات المختطفين، وهي إحدى الفعاليات المدنية القليلة جدا التي لا تكاد تحدث في داخل أماكن سيطرة جماعات الانقلاب. كيف يمكن حمايتهم؟ كيف يمكن التخفيف من وطأة ما يقوم به ميليشيات أو ما تقوم به ميليشيات الانقلاب تجاههم؟ يا أخي العزيز، للأسف يصعب الرد أو الإجابة على سؤال كهذا في التعامل مع ميليشيات الحوثيين. كلما حاولت يعني أنا كان في السابق أعتقد أنه كان لا يزال ثمة أصوات في صفوف الحوثيين لديهم نبل قبلي على الأقل، يعني لمحاولة يعني إسداء على الأقل النصيحة باعتبارهم سلطة أمر واقع، يعني يفترض أن تكون حريصة على الأقل حتى على وجود نوع من المظاهر المدنية في مناطق سيطرتها، على الأقل من باب إرسال رسالة للآخر للخارج، يعني حتى لمجرد التكتيك السياسي، حتى لمجرد استخدام هذا المظهر في يعني محاولة ما اعتادت عليه الميليشيا من إرسال رسائل إيجابية، يعني حتى وإن كان في الباطن خلاف ذلك، لكن للأسف كل يوم يظهر الوجه الحقيقي القبيح لهذه الميليشيا
من خلال هذا القمع الممنهج. وفي الحقيقة هذه النضالات التي تقوم بها أمهات المختطفين وشجاعتهم تستحق كل التقدير والاحترام. هناك تضحيات كبيرة ويعني لا يمكن الاستهانة بها ما تقوم به أمهات المختطفين دون ملل وكأس ويأس وإحباط رغم هذا القمع ورغم كل هذا التوحش تجاههن. هذه خطوات ويعني بطولات تستحق التقدير والاحترام. ولكن كان يمكن أيضا البحث في إمكانية استدعاء وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، هذه التي تتحدث اليوم مثلا بعض القنوات الإعلام الدولي عندما يتحدث عن الحوثيين أو يتيح في برامجه مساحة واسعة للشبكة الناعمة للميليشيات الانقلابية الموجودين في الخارج للحديث عن هذه الميليشيات أو محاولة إظهار مظلومية من نوع ما أو محاولة مساواة هذه الميليشيات بالضحايا. كان يفترض لهذه القنوات وهذا الإعلام الدولي أن يتيح أيضا فرصة لهذه الأصوات، لماذا لا يتحلى ولو لمرة واحدة أيضا بالشجاعة وأن يرسل الوفود للاطلاع على يعني ما تعانيه أمهات المختطفين في هذه الوقفات الاحتجاجية السلمية التي تعد أقل ما يمكن أن يعني يقوم به هؤلاء الأقارب الضحايا المختطفين في سجون الميليشيا للتعبير عن أوجاعهم. لكن قبل ذلك، هل حدثت مثلا فعاليات ولو حتى في يعني وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بهذه القضية حتى تصل إلى وسائل الإعلام الغربية ولمن لديه القدرة على الضغط على ميليشيات الانقلاب سواء حتى منظمات أممية ومجتمع دولي؟ يعني للأسف الشديد هناك قصور كبير في أداء الإعلام الموالي للشرعية، هناك جيش كبير من المسؤولين في وزارة الإعلام اليمنية لكن أداءهم ضعيف، يقتصر فقط على الأداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر، ولكن لم يرتقي بعد أداء الإعلام الموالي للشرعية إلى مستوى التأثير على الإعلام الدولي ومحاولة يعني اختبار وسائل جديدة في تعريف الإعلام الدولي بمعاناة اليمنيين والمجتمع اليمني في الداخل وإبراز القضايا المهمة. اليوم نحن يعني نتحدث عن اعتداءات مستمرة ضد أمهات المختطفين، بينما يعني كان في السابق يعني بالمناسبة عندما نتحدث عن هذه الوسائل البسيطة كان حتى مجرد الإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام للمختطفين داخل سجون هذه الميليشيات يعرض هؤلاء المختطفين إلى الانتقام وإلى تشديد التضييق عليهم. يعني في السابق كان الإضراب عن الطعام يعني محاولة استنهاض الضمير الإنساني عند الجلاد، يعني كان يلجأ الضحية إلى هذا الأسلوب في محاولة يعني ملامسة الضمير الإنساني إن كان يستشعر الضمير الإنساني أو إبراز يعني العار لدى هذا الجلاد في محاولة للتخفيف من وطأته على الضحية أو على السجين. ولكن اليوم ذهبت هذه الميليشيا إلى أبعد من ذلك في الممارسات القمعية اليومية لأمهات المختطفين وإيذائهن وملاحقتهن. طيب أستاذ محمد، دعنا نشرك معنا في الحوار نائب وزير حقوق الإنسان دكتور محمد عسكر الذي ينضم إلينا الآن. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا أخي العزيز، يا مرحبا. حياك الله دكتور. إذن كان لكم بيان خاص في ذكرى مرور أكثر من عامين على أعمال الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري من قبل الميليشيات الانقلابية، كان صدر قبل أيام في 6 أبريل قبل تقريبا 3 أيام، لكن اليوم هناك موقع يعني حدث جديد وتجاوز وترويع لأمهات رابط أو أعضاء رابطة أمهات المختطفين في العاصمة صنعاء حدث. ما هو الموقف من هكذا أعمال؟ شكرا لك أخي العزيز على إتاحة هذه الفرصة. في الحقيقة نحن قبل أكثر من 3 ساعات أصدرنا بيانا نوضح فيه إدانتنا الشديدة لهذه الأعمال التعسفية والممنهجة من قبل سلطات الأمن والواقع الانقلابية الموجودة في الشرع تجاه شعبنا في هناك، وخصوصا والذي والأمر الجلل والمستحدث والجديد على الثقافة اليمنية وعلى البيئة اليمنية والأعراف اليمنية والقيم والأخلاق هي فكرة الاعتداء على النساء. يعني أمهات المختطفين حينما ذهبوا من أجل يعني إبراز قضية أبنائهم
فوجئوا بهذه هذا القمع الذي حصل، وحتى انهم لوحقوا الى وسائل المواصلات وتم منعهن من استغلال وسائل المواصلات العامه في 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 يعني في حدث جديد يؤكد مدى صفاقه هذا الانقلاب ومدى ضربه بعرض الحائط لكافه القيم الانسانيه والقيم حتى العربيه واليمنيه الاصيله التي لا يعني تجعل من الاعتداء على النساء عيبا اسودا يعني. طيب دكتور، انتم في وزاره حقوق الانسان، هم يعني انتم الجهه الشرعيه الاكثر يعني الاكثر معنيه بهذا الملف باستثناء هذا البيان، ما هي الجهود التي قمتم بها لايصال هذه القضيه للمنظمات الدوليه للضغط على ميليشيات الانقلاب لايقاف هذه الاعتداءات في نهايه المطاف؟ اخي العزيز، احنا لدينا اكثر من 13,900 مختطف ومعتقل تعسفي في اليمن. انا عدت قبل حوالي اسبوع من جوله اوروبيه وكافه يعني وكلاء وزاره حقوق الانسان بعد جنيف، نقلنا صوره واضحه، نقلنا هموم والام اسر المعتقلين والمخفيين قسريا، تحدثت بكل شفافيه بكل يعني صدقيه مع الصليب الاحمر الدولي، وقلنا لهم انكم يعني محل تساؤل كبير. الآن هناك أكثر من يعني سنتين ولدينا معتقلين وعلى رأسهم معتقلين سياسيين اللي هم اللواء محمود صبيحي والأستاذ محمد قحطان وزملائهم وكافة المعتقلين في اليمن. حتى الآن لم نسمع أي يعني إجابة لتساؤلات أهاليهم عن مصيرهم، عن أوضاعهم الصحية، عن حقهم الإنساني الأساسي الذي كفلته كل المواثيق الإنسانية في الاتصال بأهاليهم ومعرفتهم وزيارة أقاربهم. طرحنا هذه القضية الإنسانية الكبيرة لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان، لدى كافة المنظمات المعنية وخصوصا الصليب الأحمر الدولي، ووعدونا بأنهم سيقومون بتقديم إجابات، لكنهم شكوا لنا من حالة التعنت التي يمارسها الإنقلابيين تجاه مصير كافة المعتقلين وعدم تقديم أي معلومات. هذه حالة عامة يعني نعانيها نحن في اليمن، لكن نحن مستمرون في الضغط، نحن مستمرون من أجل معرفة مصير المعتقلين. نحن لن نسكت ولن نهدأ يوما، سنقدم كافة البيانات والإحصائيات التي قدمناها في تقرير وزارة حقوق الإنسان هذا العام، وسنتم تحديثه وإرساله لكافة البعثات والمنظمات الدولية. هذه قضية إنسانية كبرى يجب النهي عنها عن أي محكمة سياسية. طيب دكتور، يعني الآن تجربة الثورة السلمية في اليمن أوصلت يعني كانت لها يعني صدى كبير في وسائل الإعلام الغربية، وأوصلت القضية اليمنية بشكل لافت إلى هذه الأوساط وإلى الرأي العام الغربي عموما. الآن هناك تجربة مثيرة للاهتمام لهذه الفعاليات المدنية التي تجري، يعني مثل الفعاليات التي تقوم بها رابطة أمهات المختطفين التي تجري في ظل سيطرة الإنقلابيين، ورغم كل هذا التهديد هناك ما يقومن به ضد يعني أو في محاولة للتعبير عن رأيهن ولإيصال قضيتهن. هل تصل أو لدى الوزارة آلية لإيصال هذه القضية للرأي العام الغربي؟ في الحقيقة يعني هؤلاء الحرائر التي قمنا اليوم بهذا العمل الكبير والشجاع في وسط يعني عناصر انقلابية ميليشياوية لا تراعي أبسط حقوق للإنسان، لا تراعي حتى القيم الأساسية للقانون أو للنظام في أي دولة، قاموا وواجهن هؤلاء النسوة اليوم هذه الميليشيات بهدافات بسيطة، إلا أنهم وجهوا بهذا الصلف وهذا التكبر وهذا القمع. في الحقيقة المسؤولية مشتركة، مسؤوليتنا كوزارة حقوق إنسان أن نوثق وأن نقدم كافة الدلائل على همجية هذه الميليشيات وعلى حجم الانتهاكات التي ترتكبها تجاه المواطن اليمني. لكن من ناحية ثانية مسؤولية الإعلام، وهو أن لا نستمر في حلقة الحديث في دائرة يعني متصلة محلية، يجب علينا أن نخاطب العقل الغربي بوثائق وبدلائل، علينا أن نخاطب الإعلام الدولي
ويستمر في حلقة التواصل بشكل عام، سواء كحكومة وكمنظمات مجتمع مدني فاعلة وتنظيمات سياسية بشكل عام. يهمها المواطن اليمني أيا كان مكانه والقمع الذي يحصل له، أعتقد أنه يعنينا جميعا. أشكرك نائب وزير حقوق الإنسان دكتور محمد عسكر على تواجدك معنا وانضمامك لنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. وقبل أن أعود إلى النقاش مع الأستاذ محمد الأحمدي هنا في الاستوديو، نذهب مشاهدينا إلى هذا الفاصل القصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ محمد، إذن هناك تجارب كثيرة لفعاليات العمل المدني والتحركات المدنية والكفاح المدني أثناء الصراع. كانت هناك تجربة شهيرة في سوريا وهي تجربة الخوذ البيضاء. هنا اليوم في اليمن نشهد تجربة أخرى مماثلة لا تقل ربما أهمية وقوة وجرأة في يعني الكفاح المدني في ظل هذا الوضع الصعب. إذن ما أهمية هذه التجربة من ناحية إنسانية يمنية؟ يعني في الحقيقة رابطة أمهات المختطفين فعلا تجربة فريدة مدنية وسلمية وإنسانية نبيلة بالدرجة الأولى، عندما تحاول إيصال أولا حين نجحت بشجاعة واقتدار في كسر حاجز الصمت المطبق الذي فرضته الميليشيا على المجتمع الواقع تحت قبضتها. الأمر الآخر أنها أيضا نجحت في تعرية الوجه الفاشي لهذه الميليشيات عندما مارست القمع الوحشي تجاه حتى أنين الضحية، عندما يئن الضحية ويتعرض أيضا للقمع والانتقام لمجرد أنه يئن، بالتالي نحن أمام يعني لا أدري أي كائنات هذه التي تعاقب الضحية على أنينه من الوجع الذي يعانيه تجاه بسبب جرائمها. يعني في هذه النقطة أستاذ محمد، هناك من يطرح أن يعني هذا الكفاح المدني الذي يحدث أو يحصل الآن يواجه بقدر كبير من التعنت والقوة والجلافة والصرافة. إذن هناك من يتخوف من قيام بفعاليات مدنية أخرى، هل تجربة الكفاح المدني خلال الصراع يعني مجدية في نهاية المطاف أم لا؟ يعني هو في الحقيقة في الأخير سلامة الإنسان حتى وإن كان يعني في أثناء محاولته التعبير عن آلامه وأوجاع، سلامته يجب أن تكون في الاعتبار يعني. ولكن كان اليمنيون أو كانت أمهات المختطفين وهي تكسر حاجز الصمت تعول على ما تبقى من يعني القيم المشتركة مع عناصر هذه الميليشيات التي يعني ينتمي كثير من أفرادها إلى القبائل اليمنية أو بعض القبائل اليمنية، ويتم غسيل دماغهم بتعبئتهم كما أشرت في بداية الحلقة، يعني تعبئة خاطئة فيها الكثير من التحريض والعنف والكراهية تجاه الآخر حتى تجاه هؤلاء الأمهات. أمهات المختطفين هي أمهاتنا جميعا، يعني أمهات كل اليمنيين، وأبناؤهن الذين في السجون هم يعني ضحايا بدون ذنب وبدون جريرة، ولو كانوا متهمين فعلا بما يعني يدانون به لم
يعني يتعرضوا لكل هذا القمع والاحتجاز المطول بدون أي تهمة. القضاء ومنظومة العدالة تحت سيطرة الميليشيات، ومع ذلك ظلوا سنتين في رهن الإخفاء القسري والاعتقال، وتعرضوا للتعذيب وحرموا من أبسط حقوقهم. وأخيرا بدأت هذه الميليشيات في محاولة نعم لتقديمهم لمحاكمات. طيب في هذا الخصوص الآن، ما هي خطورة هذا الأمر في يعني محاولة محاكمة المختطفين والمخفيين قصرا؟ وأيضا هناك من يعني أحداث تشير إلى التعامل معهم كأسرى حرب وليس كمخفيين أو مختطفين قصرا. يعني هذا سؤال مختلف ربما. مسألة أسرى حرب طبعا ليسوا أسرى حرب، هؤلاء مدنيون اختطفوا من منازلهم ومن الطرقات، ولم يكونوا يحملوا أي سلاح ولم يقوموا بأي فعل عسكري، ولو كانوا قاموا بأي فعل عسكري لطاروا فرحا، الميليشيات لطارت فرحا بهذا الفعل، ويعني قدمتهم لمحاكمات ولو صورية من وقت مبكر، لكنها أخفقت في جمع أي أدلة تدين هؤلاء الضحايا المختطفين. هؤلاء كلهم إعلاميون وصحفيون وناشطون مدنيون. مسألة تقديمهم للمحاكمات رغم أن القضاء اليوم والمحاكم في قبضة هذه الميليشيات، وليس هناك قضاء مستقل ومحايد في ظل هذا الوضع. هناك القضاء الآن مختطف والمنظومة العدلية مختلة تماما ولا يعول عليها في حماية الضحايا أو في تحقيق العدالة. لو كانت المنظومة العدلية في اليمن تقيم أساسا للعدل والوزن وحماية الضحايا، ما تعرض أمهات المختطفين للضرب أمام مكتب النائب العام أكثر من مرة. مكتب النائب العام الذي يفترض أن يكون هو المعني بحماية المجتمع ونعم يعني الحق العام، ومع ذلك تعرضنا للاعتداء أمام مكتب النائب العام. وبالتالي محاولة تقديم هؤلاء الضحايا المختطفين إلى المحاكمة بعد سنتين من الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة في السجون هو محاولة لغسيل جريمة الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري، يعني في محاولة لإغلاق هذا الملف بمحاكمات صورية كما نلاحظ. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ محمد عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المحامي عبد الرحمن برمان الذي ينضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا، مساء الخير لك وللأخ العزيز الأستاذ محمد الأحمدي. حياك الله. أيضا للمستمعين الكرام والمشاهدين لقناة بلقيس. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. يعني هناك نقطة مهمة يتحدث حولها كثيرون، إلى أي مدى يشكل ملف المختطفين والمخفيين قصرا اهتماما وحيزا وحضورا لدى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ هذا الملف يعتبر من أهم الملفات التي يعني موضوع أمام اللجنة، وبشرت في عملية التحقيق ورصد هذه الانتهاكات. لكننا واجهنا مشاكل كثيرة، كثير من أسر الضحايا والمعتقلين لديهم مخاوف كثيرة، البعض أحجم عن إدلاب معلومات، بعض الشهود رفضوا إدلاب معلوماتهم، البعض إدلاب معلومات ورفض يعطيه الوثائق، وثائق إثبات هويته. فواجهنا مشاكل كثيرة لكننا جمعنا كثير من القضايا وحققنا فيها وأنهينا التحقيقات. ربما يكون لدينا من 350 إلى 400 قضية قد أنهينا التحقيقات فيها، لكن يظل هذا الحجم وهذا العدد هو عدد بسيط جدا أمام الكم المهول من الانتهاكات ومن الاعتقالات. وأيضا هناك القضايا التعذيب وهي القضية الأخطر والأكثر جرما. هناك يعني أعتقد أنه لا يوجد مختطف حاليا في اليمن أو معتقل إلا وتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية، وهناك يعني العشرات قد قضوا نحبهم تحت التعذيب. لدينا في اللجنة تقريبا حوالي 6 قضايا وفاة تحت التعذيب أنهينا فيها إجراءات التحقيق. هذه القضايا جميعها مارست جماعة الحوثي وجماعة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ونحن المستمرين في العمل وفي تلقي الشكاوي، ونتمنى من خلال قناة بلقيس وأنا أوجه لكل أهالي وأقارب الضحايا وأيضا الضحايا التي تم الإفراج عنهم أن يتقدموا بشكاويهم إلى اللجنة. طيب أستاذ عبد الرحمن، هذه نعم. أستاذ عبد الرحمن تحدثت عن 6 حالات تعذيب، أين تركزت هذه الحالات أو وفاة تحت التعذيب؟ طبعاً في نعم في محافظة صنعاء وذمار وما حولها وأيضا البيضاء، يعني ولكن العدد هو أكبر تقريبا. هناك تقارير حقوقية تقول أن هناك 107 حالة قد توفيت تحت التعذيب، وهناك أيضا تقرير لوزارة حقوق الإنسان يقول أن هناك 79 حالة
يعني توفيت تحت تعذيب العدد كبير جدا. ولازلنا أيضا نجري تحقيقات في محافظة إب حول وفاة 2 من المعتقلين ربما تم إعدامهم في داخل السجن. لازالت هذه القضية قيد التحقيق. وأيضا لدينا قضايا أخرى في 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 البيضة وفي عمران لازالت القضية تحت التحقيق ولم تنتهي التحقيقات فيها. طيب أستاذ عبد الرحمن، الآن الأمر لم يصل في ملف المعتقلين والمخفيين قصرا لمن هم تحت أو رهن الاعتقال والإخفاء القصري، لكن أيضا تجاوز الأمر إلى مواجهة من يعتصم أو يحاول التظاهر للمطالبة بحقوقهم والمطالبة بإخراجهم والتعامل معهم بشكل منطقي وصحيح. أنتم هل تبعتم حادثة أو ما يجري لرابطة أمهات المختطفين والفعاليات التي يقمنا بها بالعاصمة صنعاء؟ نعم نحن تابعنا هذه الأحداث وتابعنا أيضا يعني أحداث سابقة فيما مضى، ونحن ننتظر يعني وصول يعني الراصدين إرسال المعلومات التي جمعوها عن ما حدث اليوم، وايضا ننتظر شكوى تقدم من رابطه امهات المعتقلين باعتبار ان هذه الرابطه اليوم اصبحت تمثل المعتقلين يعني حقوقيا واصبحت تتبنى قضاياهم، ومن حق الامهات ان يرفعن اصواتهن من اجل ابنائهن ومن اجل الافراج عن ابنائهن والدفاع عن ابنائهن الذين يتعرضون للتعذيب وايضا للمعامله القاسيه والامتهان كرامتهم. اليوم يراد عبر مؤسسة القضاء استكمال ما بدأ من عمليات اعتقال وتعذيب، استكمالها عن طريق المؤسسة القضائية التي كنا نتمنى أن تكون بعيدة عن المكايدات السياسية، وأيضا لا تتحول المؤسسة القضائية أداة من أدوات القمع ومن أدوات التنكيل. وتجد أنه اليوم المؤسسة القضائية تفقد مشروعيتها عندما تقف يعني لا تقف موقف الحياد وتقف مع طرف ضد طرف آخر، أو أيضا لا تدافع لأن أصلا تحمي هؤلاء أو لا اختطفوها أو لا تعرضوا للتعذيب أو لم تناقش النيابة العامة ولا المحكمة ما تعرضوا لهم من انتهاكات، والأصل أنها واجب عليها أن تحقق فيها بمجرد معرفتها، لأن هذه جرائم جسيمة، والجرائم الجسيمة لا حتى لو لم يقدم المعتقل لو لم يقدم شكوى يجب على النيابة أن تحقق، ويجب على القاضي أن يأمر النيابة أن تحقق فيها. نحن يعني استمعنا إلى أنه صرخ من خلف القضبان أمس أمام القاضي قالوا تعرضنا للتعذيب، فتحوا أجسادهم وأروا آثار التعذيب، فالقاضي بدلا من أن أن يأمر بالتحقيق في هذا طلب منهم أن يصمتوا وقال أنتم أتيتم هنا لتحاكموا لا لتقولوا خطب، معناته أنتم أتيتم هنا كي تصدر عليكم أحكام، وأصبح القاضي بذلك أعلن عن يعني عقيدته وأصبح حاليا لا يجوز له أن ينظر هذه القضية. نحن اليوم أمام مأساة كبيرة جدا، أمام معتقل تعرض للانتهاك منذ اعتقاله، منذ أخذه من بين أطفاله إلى أن سحب إلى معتقلات سرية، تعرض للتعذيب ثم في النيابة العامة مورس انتهاك في حقه لم يسمح له بإحضار محامين، كثير من المعتقلين لم يسمح لهم بإحضار محامين، وهكذا تستمر الانتهاكات. إذن أشكرك أستاذ عبد الرحمن برمان عضو الرابطة أو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إليك أستاذ محمد، لربما تابعت يعني بكل تأكيد تابعت ما قاله الأستاذ عبد الرحمن، هناك نوع جديد من التطور يعني في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن سواء في ملفات كثيرة، اليوم نتحدث عن المختطفين ومن يحاول الدفاع عنهم، كيف يمكن إيجاد وسائل جديدة للكفاح المدني لمحاولة تحقيق أثر وفعل يمنع المزيد من هذه الانتهاكات؟ أولا شكرا جزيلا للأخ عبد الرحمن برمان ومن قبل أيضا الأستاذ محمد نائب وزير حقوق الإنسان على جهودهما يعني تحديدا في ملف حقوق الإنسان، وهناك أيضا مناضلون رائعون يقدمون جهودا يشكرون عليها في التعريف بمأساة اليمنيين اليوم أو مآسي اليمنيين نتيجة الانقلاب الميليشياوي الفاشي الذي صادر إرادة المجتمع وحريته وكرامته. وما يتعلق بسؤالك حول ما هي الأدوات المدنية التي يمكن أن تساهم في إيصال أصوات الضحايا يعني والإعلامية نعم، هو في الحقيقة الجهد الحقوقي والجهد الإعلامي يتكاملان مع بعض في المسائل الحقوقية، يجب أن يكون هناك عمل يعني متوازي سواء في الجانب الحقوقي، والإعلام أيضا هو جزء من أدوات المناصرة والدفاع عن حقوق الإنسان.
دعني أقول لك، في الحقيقة أولا يجب أن يستمر مثل هذا النشاط لأمهات المختطفين، وأن يكون هناك أيضا دعم فني وتقني لأمهات المختطفين، سواء في أدوات الرصد والتوثيق لهذه الانتهاكات التي يتعرضن لها، كان هناك كاميرات مخفية يمكن تزويد أمهات المختطفين بهذا النوع من أجل تسجيل وقائع الانتهاكات وإرسالها لوسائل الإعلام الدولية. إذا لم تكن وسائل الإعلام الدولية أيضا جادة أو حريصة على معرفة الواقع المأساوي الذي يعيشه اليمنيون، كان هناك للأسف الشديد يعني معلومات مضللة أو صورة مضللة كثيرا لدى كثير من وسائل الإعلام الدولي عن واقع المأساة في اليمن. يعني ينظرون أحيانا إلى المأساة من زاوية محددة، هذه الزاوية التي توجهها أو توجه أنظار الإعلام الدولي إليها بعض أدوات الشبكة الناعمة للميليشيا الإنقلابية في الغرب، ولكن هناك مآسي كثيرة فظيعة لم تلتفت إليها وسائل الإعلام الدولية. مأساة المختطفين في السجون واحدة من هذه المآسي، مأساة أمهات المختطفين في نضالهن النبيل والمستمر لإبلاغ أصوات، أيوة أيضا جزء من هذه الأدوات. يجب أن يكون هناك أيضا تواصل مع المنظمات الدولية، العفو الدولية، أيضا Human Rights Watch وغيرها من المنظمات غير الحكومية، لمحاولة إقناعها بالدخول في عمل مشترك مع أمهات المختطفين لأجل الضحايا أو لأجل أيضا تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضن لها. أشكرك أستاذ محمد الأحمدي، الناشط الحقوقي والصحفي، كنت معنا في حلقة اليوم. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجهي السمان، وتحيات الزملاء محمد المقبلي وشروق القاسمي وجميع أعضاء الطاقم الفني. إلى اللقاء.